عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة خطة تطوير وإعادة هيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية. خلال الاجتماع أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج مثل مكاتب التمثيل التجاري والمكاتب السياحية والثقافية والتمثيل العمالي وغيرها من أجل ضمان حسن إدارة مواردها المحدودة المخصصة وتعظيم أثرها باعتبارها جزءا من قوة مصر الناعمة. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة ألا يترتب على تقليص عدد المكاتب أي تأثيرات سلبية على تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري في الخارج، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك سوف يتسنى من خلال الدراسة المحكمة والدقيقة للتوزيع المقترح للمكاتب، ومراعاة أن يقوم المكتب بتمثيل مصر وخدمة المصريين في عدة دول متجاورة، مع الاستمرار في جهود تطوير الهيكل الوظيفي لتلك المكاتب واستغلال المساحات المتوفرة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستضافة بعض من تلك المكاتب إن أمكن من أجل توفير نفقات استئجار أماكن منفصلة لها.